الفنان باسم ياخور هيظهر في رمضان السنة دي في دور قيصر، الابن الأكبر لعراب مالك الإمبراطورية المالية الكبرى، وده في الجزء الأول من مسلسل عراب. وأكد كمان باسم إن موافقته على المشاركة في المسلسل كانت بسبب السيناريو الجيد اللي كتبه رافي وهبي، وأكد كمان إنه بيرفض اعتباره منقول عن رواية عالمية، وده بسبب إسقاط الكاتب للواقع المحلي والعربي على أحدثها.